يوسف دندش وجه صرتوا تحبوه وتنطروه مثل كل النجوم اللي بيطول او بيطلوا بمهرجان موازين العالمي، يعني للسنه الرابعه نحن متواجدين معه ومع النجوم اللي بيحضروا، اكيد له مهمات وله حضور كثير مهم من خلال ايضا شركته. خلينا نرحب فيه بالليله الاخيره من هذا المهرجان اللي كانت مسكه ختام مع سلطان الطرب جورج والصوف، اللي شفنا الاعداد الهائله اللي حضرت لتغني وتسلطن مع السلطان. يوسف بدنا نقول لك يعطيك العافية وخبرنا شو بتعطي تقييم لهالليلة الحلوة اللي قطعت بنجومها. أول شيء برحب فيك، وكمان أنت أنا 4 سنين، أنت ما شاء الله صار لك أكثر من 15 سنة مؤسس هون. الحمد لله هذا جمهور المغرب، هذا الشعب الطيب المغربي، هذا النجاح اللي بنلاقيه والأمن والأمان اللي عم نشوفه هون، وإن شاء الله بنشوفه بكل البلاد العربية. عم تطلع هالمهرجانات الكبيرة، ومهرجان طبعا هو الأول عالميا، ما بيغنى عن رأينا يعني. الحمد لله حفلات مرقت كتير حلوة. بدي تعطيني تقييم، لأنه أنت على الأرض ومع الفنانين ومع نقاط البيع ومع كل شيء، ما بدنا تعطينا من أول تاني، بس تقييم بشكل عام عن الحفلات. أنا لا دورة 16 يعني. أنا بدي أخذك لزاوية تانية، يعني هي اللي رهنت عليهم، اللي هن الحفلات اللي رهنا عليهم قبل، والحمد لله نجحوا نجاح كبير اللي حققه طبعا سلطان الطرب، اللي هو كانت اجمل اول ليالي، وكمان نجوم الشباب اللي عملوا شيء حلو، كان حسين الديك ومحمد السالم، هو كان ليالي حلوه بالنسبه لكل النجوم، كان حلوه المهرجان السينما الدوره كانت اكثر من رائعه، فارس عمل شيء حلو، نجوى، كلهم كانوا كله حلوين، ماجد المهندس طبعا كان ما بدا بالغنى عن حضوره دائما هو، بس السنة كان في نجوم كبار وعملوا شغل كتير حلو. أوغاريت يونيفرسال، خبرنا عن المهام والحضور وحضورك أيضا بهذا المهرجان للسنة الرابعة. مبدئيا أنا السنة جاي مع وسوف، كجورج وسوف كانت المهمة الرسمية معه، والحمد لله نجحنا، ولكن كل الشباب أصدقائنا وأحبابنا، ونتمنى النجاح للكل، كلهم جابوا ما شاء الله أرقام فوق 100,000، والحمد لله كان مهرجان حلو. أوغاريت اليوم هي سبلاير لعدة أشياء، من ضمنهم مهرجان موازين بفنانين معينين. أوكي. والتنسيق أو فينا نقول الانسجام أنت ومدير البرمجة العربي الأستاذ محمود المسفر. هذا خي وصديق وإنسان طبعا مثله مثل أي حدا بهالمهرجان، مثل أي حدا مواطن مغربي، شعب راقي وحلو التعامل معهم، بروفيشنال كتير مهرجان مثل ما شايف، في كتير تنسيق حلو، تنظيم كان رائع، وكتير مرتاحين كل الفنانين اللي بيجوا عم يشكروا بهالشي. لاحظت شغلي أنه الفنان بيجي بيستمتع وبينطر أنه يطل بهذا المهرجان، ولكن دايما لعبة الأرقام بتلعب، يعني قديش فعلا الأرقام بتعني لكل فنان، يعني حتى الصحفية يبحثون عن هذا الموضوع أيضا، شو بتقول عن هذا الموضوع أنت؟ هو العكس سؤالك، هو الصحفيين اللي بيبحثوا على الأرقام، بيصيروا الفنانين يقول لا أنا رقم فلان، كلهم كانوا ناجحين، ولكن اليوم الفنان أي فنان عم يحقق فوق يعني ما شفنا حفلة تحت 50,000، وهذا طبعا 50,000 حضور يعني اكيد مش رقم سهل ابدا، وطبعا حضور كلهم بيحبوا يكونوا هن الاكثر والرقم الاكثر، بصير تلعب الارقام. بالعكس اليوم الجمهور للكل تقريبا كان حلو، بتعرف ايام بتلعب مثلا الويك اند غير الايام العاديه، ولكن السنه كانت يعني اعداد فعلا ناجحه جدا، واعداد باهره الأشخاص اللي عم يتابع كل سنة للدورة، الدورة ناجحة من أنجح الدورات. الليلة كانت الختامية، ومثل ما قلنا هي ليلة ناجحة، بكرة نهار جديد. أوغاريت يونيفرسال، شو تحضيراتها الجاية؟ ونحن عارفين هلأ داخلين على موسم جديد من ذا فويس. مبدئيا هلأ السنة
عندنا رمضان هلا نحكي شهر شهر مبدئيا من هذا الشهر، هلا مرتاح له اليومين ثلاثه رجع على دبي، وان شاء الله من هون تحضيرات رمضان عندنا اشياء وحفلات العيد ونلتقي نحن وياكم بكل شيء جديد ان شاء الله. ان شاء الله شو يعطيك العافية. شكرا كثير لك عماد، وانت ان شاء الله سنة جاي وان شاء الله لقائنا قريب بحفلات العيد، وان شاء الله بنضل نشوفكم بهالنجاح والنشاط الدائم. ما شاء الله انت عم تتعب اكثر من الفنانين، عم تتابع الكل، ويعطيك الف الف عافية. شكرا لكم.